برنامج خميس الحماية هو برنامج شهري كيشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. برنامج هذا الشهر خصصناه للصحة العقلية وفعاليات حقوق الإنسان. الصحة العقلية والنفسية في المغرب كما أنها في باقي دول العالم كتير واحد العدد ديال الإشكاليات واحد العدد ديال المناقشات. كيمكن نذكروا بأنه في آخر التقارير ديال خبراء الأمم المتحدة كيعتبروا بأنه الأمراض العقلية هي الطفل الضعيف في المنظومة ديال الصحة بشكل عام، بحيث أن الميزانية المخصصة لها لا تتجاوز 7% من يعني الصحة البدنية، وبالتالي يعني كاين نقاش جد كبير. هذا النقاش كيتبلور وكيتطور وكيولي أكثر قوة عندنا في بلدنا، منا كنعرفوا يعني شنو هو الواقع لدى المرض ولا ديال التشخيص ديالو ولا ديال يعني التحمل ولا بريزون شارج ولا ديال المقاربة بنفسها. هذا الشيء طبعا هو اللي غادي يمكن يكون موضوع ديال المناقشة ديالنا في هذا اللقاء ديال خميس الحماية، يعني غدا في 6:30 ديال العشية على الصفحة ديال الفيسبوك ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللي غادي يشاركوا فيه طبعا خبراء والجهات الرسمية وطبعا جهة ديال الخبراء منظمة الصحة الدولية العالمية CRSS لوزارة الصحة والدكتور بروفيسور عمر بطاس في التأطير العام للموضوع، وطبعا كنتمنى إفادة للجميع.